حرام عليك والله العظيم. حرام عليك والله العظيم. شو ناخد نفس وسط. سامع يا ابن الوزو. حرام عليك. حرام عليك والله. كان في لا 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 والله لا 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 والله لا لا والنبي لا والله لا 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 والنبي حتى طب عليك كمان 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 لا والنبي لا والنبي لا والله اوكي 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 خلاص 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 لا لا خلاص خلاص والله خلاص 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 اوكي اوكي ثانك يو بس والله ثانك يو بس خلاص تلقي مش احد مرتاح اهدى بس والله مرتاح مش احد هنسأل سؤالين في التلج هنسأل سؤالين هنسأل سؤالين ايدي والمصحف بس خلاص تلج طب امه تعال طب امه هل بهم هل بهم ما انت لابس جزمة اساسا تجيب لك شلل استاذ اوس بمناسبة الفوبيا ايه الاصعب النمر ولا الدب النمر النمر طب حسيت بايه النمر ده يا جماعه ده شاف عينين النمر صار يا نهار اسود انا بشوف انا زقيت امي على كلب يا راجل في الشارع زقيت على الكلب عشان بخاف النمر بياكل ترعرع طب لو كانت الحاجه جت معاك في المصلحه دي كنت هتبيعها والعيله كلها الا الحيوانات الجرانات انا ببيع امك والله العظيم ابيع الا الحيوانات لو كان حصل لك حاجه في المقلب ده كان مسرح مصر هيكمل ولا هيعطل هيكمل ما عندوش قلب عشان عباك هيكملوا عادي صفه جامده قوي يا جماعه الاسس حبيبي حبيبي